السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم يا من تتابعونا وتشاهدونا في هذه الندوة المصاحبة لتدشين كتاب يوميات جمال بن حوارب. الآن هذه الندوة والمعنونة بالكتاب عبر القارات، يسعدني باسمكم جميعا أن نرحب بسعادة الأستاذ جمال بن حوارب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. الله يحييك أستاذ جمال مرة أخرى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أيضا نرحب بالأستاذ محمد بن عبد الله فريح مدير إدارة النشر والترجمة في إدارة العبيكان. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. بداية سعادة الأستاذ جمال، الآن في الدول المتقدمة تسعى كثير من المؤسسات الغربية الثقافية إلى تبني نموذج الشراكات المتعددة الجنسية، وهي اندماج ما بين مؤسسات ودور النشر، إلا أن نجدها في عالمنا العربي متأخرة جدا، وهذا ربما يعود إلى عدة أسباب. برأيك إلى ما تعزو هذا الأمر، ولما هذه الخطوة متأخرة؟ نحن طبعا أولا أريد أقدم الشكر لمؤسسة العبيكان على ما تقدمه لدعم المحتوى العربي ونشر الكتاب العربي والمعرفة في العالم العربي. لكن نريد أن نذكر أمرا قبل هذا كله، بماذا عرف العرب في هذا العصر؟ هل عرفوا بالتقنيات؟ هل عرفوا بالصناعة؟ هل عرفوا بأي شيء، بأي أمر؟ لم يعرفوا. ثقافة ربما، كتابة. الآن العرب مجموعة كبيرة متحمسة للعلم، متحمسة للثقافة، متحمسة للمعرفة، لكن الأدوات المتاحة قليلة، كذلك الاهتمام من الشعوب العربية بالكتاب، بشراء الكتاب، كذلك ضعيف، ليس بقوي. فدور النشر هي انعكاس لواقع الشعوب. إذا كانت الشعوب تشتري الكتاب وتحرص عليه، فإن النسخ ستكون بالملايين. أي دار نشر عربية أحسن كتاب عندها، إلا إذا كان يعني استثنائي جدا، لا يبيع إلا مئات أو عدة آلاف من النسخ. في 350 مليون من البشر، 500 مليون من الناطقين والمتحدثين بالعربية، 900 مليون مسلم في العالم يقرأ، يعرف يقرأ العربية. فأين الإشكال؟ الإشكال في الاهتمام العربي الإسلامي بالكتاب. ثم بعد ذلك الشراكات. وجدت أنا من خبرتي، والأستاذ محمد يعني أكبر وأوسع يعني خبرة في المجال، أن كل دار تريد أن تعمل مع لوحدها، هل هي وتنافس الأخرى بدون أن تفهم أن الشراكات هي السبيل الأسلم والأفضل والأقوى لأن نصل بالمحتوى والكتاب العربي إلى القمة، وأن ننافس بالدول الغربية. إذا لم يتشارك الأستاذ محمد وعبد الله، أمس البارحة شرح لنا 20 شركة للعبيكان كلها تشارك العبيكان للنشر، فنحن نريد كذلك العبيكان وتشارك مؤسسات كثيرة في مصر وفي المغرب وفي غيرها لخدمة الكتاب العربي. هذا حتى الآن لم نجد له مكانا، بل كل دار نشر هذه بعد أمر آخر تقوم على فرد، إذا اختفى هذا الفرد أو خرج أو انتقل أو راح، دار النشر تقع كلها. وأضرب لك، أنا أستطيع أضرب لك أمثلة كثيرة، أن دور نشر اختفت بالكامل، في حين أن دور النشر في أوروبا وأمريكا أكملت 200 سنة وهي تنشر حتى الآن، حتى اليوم، وقاعدة تتجدد وتطلع أيضا دور جديدة، دور جديدة، وأمور تختلف تماما. الثقافة، ثقافة الكتاب ونشر الكتاب مختلف جدا. أنا لا أريد أن أقول أني أنا أريد أن أجلد الذات، نجلد العرب على تقصير، لكن نريد من العرب أن يهتموا بالكتاب العربي.
أن يهتموا باقتناء الكتاب العربي، ونريد من دور النشر أن تجتهد في التعاون. نحن نقول في مثل عامي قوم من تعاونوا ما ذلوا، زين؟ الآن نحن أو نحن أو نحن في الوطن العربي كل دار نشر تعمل لوحدها ولا تحب أن تتعاون مع دار النشر الأخرى، وكذلك تتنافس، يعني التنافس محبب وجميل لكن ليس بهذه الطريقة. طبعا عندك أمر آخر وأهم وأبو عبد الله أشار إليه، الجودة، جودة المنتج. يعني الناس أو دور النشر أكثرها لا تهتم به إلا نادرا. أنا بسأل أبو عبد الله. طبعا أنا أستثني العبيكان لأن الجودة، الجودة، الجودة عندهم. نعم الكل يشهد بهذا. أستاذ محمد الآن يعني هذه الشراكة ما بين الدور، هل تفقد الشركة الأم مثلا ثقافتها وهويتها تسلم منها هذا الأمر، أما أن الموضوع تكاملي فيما بينها؟ لا بالعكس تماما، يعني الكلام على النقيض من هذا بالكامل. وأنا أثني على ما قاله أخي أبو عبد الرحمن أستاذ جمال، أن التكامل، أن العصرنا الحالي هو عصر الاندماجات وعصر التكامل. إذا لم يكن اندماجا فلا بد أن يكون هناك تعاونا. لا تستطيع دار نشر اليوم منفردة أن تقوم بكل ما يتعلق بصناعة النشر. من يملك نشر ورقيا اليوم لا يملك نشر إلكترونيا، ومن يملك نشر إلكترونيا لا يملك تقنيات النشر الصوتي، ومن يملك تقنيات النشر الصوتي لا يملك تقنيات النشر التفاعلي. فالاندماج، التعاون هو الحل. أضيف على ما أضافه الأستاذ جمال أنه ليس أن كل دار نشر تعمل لوحدها وتعمل بشكل فردي، لو ذهب هذا الفرد تختفي، بل أن بعضها يحارب الآخر، وهذا هو الأسوأ الحقيقة في مجال الصناعة. التنافس مطلوب والحماس مطلوب والدفاع عما تملك من مقتنيات مطلوب، لكن ليس لحد أننا نتحارب من أجل هذه الصناعة. الصناعة أساسا في أساسها لزرع القيم وزرع الأخلاقيات، نحن ننشر ثقافة وننشر علم، فيجب أن تكون هذه الممارسة أولى من غيرها، يعني تكون ممارسة الأخلاقيات في مهنتنا أكثر من غيرها من المهن الأخرى. أيضا عندما نذهب إلى المعارض نجد أن مثلا دار نشر واحدة تحت مظلتها 30 دار نشر كلهم يعني يرجعون لرئيس مجلس إدارة واحد، وهذه الدور تعمل في نفس المنظومة وبنفس الشغل وأيضا بنفس الاسم، الاسم لا يتغير، يحافظون على الهوية الاسم التجاري. طيب أستاذ محمد، أين التراكم المادي؟ أين محصول، يعني محصول الدخل المادي في ظل هالشراكة؟ حيضيع؟ حيقل؟ هم لما تندمج هذه الشركات مع بعض يكون في نسب محددة وواضحة. أي علاقة بين أي شريكين النسب واضحة في التعامل وفي المسؤوليات في المهام وأيضا في المشاركة في الأرباح، يعني ليس هناك ما يضير يعني. طيب أستاذ جمال، الآن مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، وخلونا نبدأ بدار العبيكان، الخطط المستقبلية للتعامل الآن مع دار العبيكان وفيما يلي من مؤسساته كيف ستكون؟ طبعا أطلقنا شركة ومؤسسة اسمها قنديل للطباعة والنشر. قنديل فكرة رائدة أتت بعد أعمال كبرى للمؤسسة في مجال الطباعة والنشر، حيث نحن بلغنا 1000 عنوان وتم توزيعها على في الجامعات والأكاديميات، ودور النشر التي عملت معنا باعت هذه الكتب واستفادت منها، لأن كان دعم مباشر من المؤسسة بمبالغ كبيرة، تتكلم عن 1000 عنوان ليس بالأمر البسيط. قنديل شركة تأسست بالمشاورة كذلك مع العبيكان، وهم أول شركائنا، وليس فقط شركاء إنما هم شركاء استراتيجيون معنا. سنعمل سويا في إدارة العمل، في الترجمة وفي النشر وفي التوزيع وفي مراكز البيع، لأن قنديل هي قائمة على أعمال كثيرة. عدد العناوين المقترحة 1000 عنوان سنويا، من بينها اللغة العربية وغير العربية
ومبينها المطبوع وغير والرقمي. قد يتساءل شخص أو إنسان يقول 1000 عنوان كثير على الوطن العربي أو على، أنا أعرف جهة واحدة لا تعد الكبرى في ألمانيا تطبع 3700 عنوان في السنة، تعتبر متوسط يعني، متوسط 3700 عنوان. ف 3700 عنوان على 70 مليون ألماني، 1000 عنوان منها رقمي ومنها المطبوع ومنها باللغة العربية وغيرها على العالم، أنا أظن أن هذا رقم صغير. ولكن قنديل هي شركة مؤسسة تجارية ربحية، هدفها ورسالتها خدمة الوطن العربي، خدمة الناشر العربي، خدمة المترجم العربي، المؤلف العربي، ولكن لكي تدوم يجب أن تبدأ بجني أرباح. الأمور التي هي ما نسميها بالصدقات والأخوية وادفع لفلان وادفع للدار الفلانية لابد أن تبقى، ستنتهي في يوم، لأن الميزانيات تتوقف. أما الأموال التي تذهب وتعود وتأتي بأرباح وتأتي بغير ذلك فإنها مستمرة إلى ما شاء الله. شراكتنا مع العبيكان شراكة استراتيجية، هدفها أن نصل بقنديل ونصل بالكتاب العربي ونصل بالمؤلف العربي والمترجم العربي إلى أقصى ما يمكننا نحن كمؤسسات إلى أفضل مكان. والطموح عالي. نحن ليس لدينا حلا سحريا، الحلول السحرية غير موجودة في الواقع، لكن علينا أن نبدأ بخطوات واقعية، خطوات توصلنا إلى الهدف المنشود. إذا المؤسسة طبعت في السابق 1000 عنوان في خلال أظني سنتين، في سنتين طبعت 1000 عنوان، فنحن في سنة سنطبع 1000 ثم 1000 ثم 1000. ولكن الفرق بين الماضي واليوم أن عمل تجاري بحت ورسالة راقية إن شاء الله بإذن الله تعالى. بقي عندنا دقيقة ونص. أستاذ محمد، ستستمرون على الجودة العالية في الطباعة والنشر، وإن سواء كانت التكاليف لديكم عالية وأنتم توازنون في هذا الـ ما يكون في متناول المشتري العربي؟ ليس لدينا خيار آخر، الجودة ثم الجودة ثم الجودة، لن نحيد عن هذا الخيار. وإذا كان الآخرون يعني يراهنون على شيء آخر فنعتقد أن رهانهم خاسر. لا نريد أن ننتج منتجات ينتقدون الناس عليها أو لا تبقى فقط تطبع لكي تحفظ في المخازن، هذه ليست رسالة لنا. رسالتنا أننا ممكن ننشر كتاب واحد ذات قيمة عالية وجودة عالية، أهم علينا من نشر 100 كتاب في السنة نصفها لا يقرأ. هذه رسالة يعني بالنسبة لنا واضحة جدا، وأعتقد أن شركائنا سواء الأخوان في مؤسسة محمد بن راشد أو من شركائنا الآخرين كلهم يشاطرون لنا نفس الرأي، أن الجودة هي خيار استراتيجي بالنسبة لنا ولن نحيد عنه بإذن الله. أريد أضيف كلمة في آخر هذا اللقاء. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما أسس هذه المؤسسة في 2007 أسسها لخدمة العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، لكن الاهتمام بالعالم العربي يأتي في الأولوية ثم العالم الإسلامي. ونحن في المؤسسة منذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد قطعنا خطوات كبيرة في هذا المجال، وتأتي مؤسسة قنديل في قمة هذه الخطوات لأنها ستوفر شراكات التي ذكرتها أنت في البداية، ليس فقط مع العبيكان، الآن لدينا 43 شريك نعمل معهم في مصلحة الكتاب العربي. جميل، كل الشكر لكم صاحب السعادة الأستاذ جمال بن حورب وأيضا الأستاذ محمد الفريح، وأيضا كل التوفيق لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وما تنوي قيامه من شراكات بدءا بالشراكة مع دار العبيكان.
شكرا لكم على هالدقائق المعدودة من وقتكم. يعطيك العافية أستاذ جمال. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لك. شكرا الله يعطيك العافية. شكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم يا من تتابعون هذا اللقاء وهذه الندوة. طابت أوقاتكم بكل خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.